إذن كل عام وأنتم بألف خير مرة أخرى بمناسبة عيد الشعانين، والآن ننتقل إلى كنيسة العذراء الناصرية بصوفية لتوجه لها فريق رؤية لحتى ينقلوا لنا أجواء عيد الشعانين هناك. الحياة بسبب الاعتراف، عشان طوال الأسبوع المقدس خواتي الاثنين موجودين في أي ساعة بدكم لسماع الاعترافات طول الأسبوع. أي ساعة بدكم تعالوا خوارج موجودين لسماع الاعترافات. أعيدكم علما أن السيد فراس فاروق يعقوب وأنا يتكلم عن الكنيسة سحر سامي تادرس وهذا هو النبي الثاني، كما أن السيد فارس خالد أبو جودي يوانا يتكلم عن الكنيسة أرمينا طوني روح وهذا هو النبي الأول، الرجاء بما الذي يحل إيمان شرعي أن يخبر كاهن الرب. بالنسبة للاحتفال اليوم قدس يبدأ في التطواف في تمام الساعة 11:00 الساعة 11 اليوم رايحين نبتدي بالتطواف ويلي القداس الإلهي. بالنسبة للأسبوع المقدس يوم الاثنين نرجو الصلوات بتكون يوم الاثنين والثلاثة والأربعة الساعة 7:00 مساء. نرجو من هؤلاء الذين سيشتركون رتبة غسل الرجل إنه يلتزموا يوم الاثنين يجوا هون حتى تتم المراجعة معهم. يوم الثلاثاء والأربعاء بعد الاحتفال اللي هم يقيمون صلوات المرادي سيعرض فيلم برقبة، برقبة الذي استبدل بالسيد المسيح في يوم جمعة عظيمة اللي بيمثلوا أنتوني كوين، ويوم الأربعاء سيتم عرض فيلم آلام السيد المسيح. يوم الخميس غسل رتبة غسل الأرجل تمام الساعة 7:00 مساء. بالنسبة ليوم الجمعة جمعة العظيمة صباحا درب الصليح الساعة 10:00 صباحا وجناز السيد المسيح الساعة 3:00 بعد الظهر. بالنسبة لسد النور الساعة 8:00 مساء. أحد الفصل 9:00 صباحا 10:30 صباحا والساعة 5:30 باللغة الفرنسية. يوم الاثنين القادم صباحا 8:30 الصبح القداس رجع حار مدينة جمعة عظيمة ذكرى ألم السيد المسيح ذكرى دهن السيد المسيح موت السيد المسيح. نرجو من السيدات الفاضلات إنه يكون الثياب تاعهم أسود فإذا نلتزم في الثوب الأسود في السيدة للخطية. نصلي تزودنا بالهبة المقدسة فإليك نلتجئ يا رب، يا من وجهتنا بموت المسيح إلى رجاء الخيرات الأبدية التي بها نحن مؤمنون كي تحقق أعمالنا بقيامته المجيدة، هو الحي الملك إلى دهر الداهرين. آمين. والله القادر على كل شيء الآن والإبن والروح القدس. آمين. لنذهب في سلام المسيح. Thank you.
حاله.